بدأ قادة الدول العربية وعدد من رؤساء الوفود الوصول للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها العادية 28 التي تلتئم على مستوى القادة غدا الأربعاء. وكان الملك الأردني عبد الله الثاني في مقدمة مستقبلي اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة واسمه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. هذا وقد وصل وفد سلطنة عمان برئاسة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ووصل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. ووصل أيضا وفد الجمهورية الجزائرية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري. بعد ذلك وصل العماد ميشيل عون على رأس الوفد اللبناني والوفد الجيبوتي برئاسة الرئيس إسماعيل عمر جيلة والوفد الموريتاني برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. كما وصل الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي والوفد التونسي برئاسة الباجي قائد السبسي. هذا وتنعقد القمة العربية في ظروف استثنائية حيث يتضمن جدول أعمال القمة ملفات مهمة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف الإرهاب. وقبيل انعقاد القمة أكد محللون سياسيون بأن قمة الأردن هي قمة للتوافق والاتفاق حول مجمل القضايا العربية وأنه من المؤمل أن تخرج القمة بقرارات يتجدد من خلالها مسار العمل العربي خاصة فيما يتعلق بملفات التنمية والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدين أن القمة تنعقد اليوم في مناخ إيجابي بعيدا عن التوترات السياسية، حيث أن هذه القمة من المؤمل أن تفتح آفاقا أوسع للنهوض بالتعاون من أجل توحيد الصف العربي وتهيئة الأرضية المناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية. الواقع يعني حضور الزعماء العرب أصحاب الجلالة وأصحاب الأمراء وفخامة الرؤساء لهذه القمة دليل على أنه حرصهم على إنجاح هذه القمة، خاصة في ظل الملفات الهامة اللي موجودة على أجندة هذه القمة. يعني الوضع واضح في حشد كبير جداً من الزعماء، ثقلهم عالي ويعطوا ثقل لهذه القمة، وأيضا وجود أصحاب الجلالة الملوك والرؤساء العرب وعلاقاتهم المتميزة مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني اللي حريصين جدا على إنه هذه القمة تكون قمة كما تفضلتي، قمة التضامن وقمة الأمل. لابد من كبح جماح من يقف وراء هذه الجماعات الإرهابية سواء كانت إيران أو غير إيران. الدول المستقلة لها سيادتها الوطنية، وبالتالي لابد نتأمل من مؤتمر القمة العربي أن يتخذ قرارات حازمة تجاه هذه القوى الخفية والأصابع التي تلعب أو تحاول أن تلعب بمنظومة الأمن القومي العربي والأمن الوطني للدول العربية مجتمعة، مع لابد من العودة إلى أس المشاكل كاملة وهي القضية الفلسطينية. نتأمل أن يكون هناك قرارات تشير إلى ذلك وأن يكون متابعات لترجمة القرارات على أرض الواقع. هذه المناخات الإيجابية اللي تعقد فيها القمة راح تهيئ فرصة جيدة لفتح حوارات ليس فقط عامة بل أيضا حوارات بينية. تأتي القمة العربية في ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وتأتي في ظروف استثنائية خاصة في ظل ما حصل من تداعيات الربيع العربي، وفي ظل التطورات التي حصلت في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كافة دولنا العربية وتحديدا الملف الفلسطيني أيضا. الحقيقة هذه القمة قمة استثنائية بكل المقاييس، وقمة مهمة أولا لجهة المصالحة العربية، على اعتبار أن هنالك بعض التشنجات والمواقف بين بعض القادة الدول العربية نتيجة لحالة الاستقطاب التي حصلت من خلال ما يجري على الواقع وعلى الأرض. نأمل أن يتم تجاوز كل هذه الخلافات
لمصلحة الأمة العربية، وأن يتم تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك. هذا الوجود العربي الكثيف غير مسبوق الحقيقة، حضور الزعماء والرؤساء والأمراء، لذلك أملنا كبير أن تكون هذه القمة مختلفة بعض الشيء. في هناك يعني تفاؤل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعودتها إلى رأس جدول الأعمال. سيكون هناك موقف حاسم من التدخلات الإيرانية من الإرهاب، وأيضا في ملفات أخرى عالقة، وأظن التفاهمات الجانبية بين الزعماء والقادة والأمراء ستنعكس إن شاء الله إيجابا على أعمال هذه القمة. نحن ندعو أن تكون هذه شمعة في النفق العربي، وأن نرى ماذا بعد، لأن الحالة العربية لا يمكن قبولها ولا يمكن استمرارها بالشكل الذي ينتهك فيه الأمن القومي العربي. بالتالي أنا أعتقد أبرز هذه الملفات يجب أن يكون التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، النفوذ الإيراني في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، ووضع حد لهذا التدخل. وأعتقد أن القادة العرب قادرون الآن بعدما لاحظوا، سواء الذي تردد منهم أو الذي أدرك مبكرا منهم، أن إيران تشكل خطورة على النظام القومي العربي وعلى الأمن القومي العربي، وبالتالي عليهم أن يضعوا في حسبانهم كيف يمكن أن يتصدوا بإمكانياتهم وقدراتهم، وبأيضا تعاون دولي في هذا السبيل. هي مهمة، يعني قضية الملف السوري، الملف الفلسطيني طبعا الأهم، الإرهاب طبعا ملف مهم جدا، ملف العلاقة مع إيران هي ملفات مهمة جدا، وبننتظر من القمة تأخذ مواقف وتوجهات يعني واضحة في التعامل مع هذه المسائل. عقد القمة العربية 28 في أخفض بقعة في العالم لها انعكاساتها الإيجابية على الجانبين السياسي واللوجستي. تفاصيل أكثر حول ذلك من تقرير مراسلنا في الأردن زيد الخليفات. من أخفض بقعة في العالم تنطلق القمة العربية 28 في منطقة البحر الميت، لتؤكد للعالم أن بصيص الأمل القادم من القمم العربية ليس ببعيد عما يجري في فلسطين، والتي تعتبر القضية المركزية والأساسية في الصراع الإقليمي. ففي مكان انعقاد القمة يطل القادة العرب المجتمعون على قضيتهم الأساسية التي تقع على الجانب الآخر من ضفاف البحر الميت. البحر الميت اليوم تعود له الحياة بهذا الوجود العربي الفخم، بوجود هذا العدد الكبير من الزعماء والقادة الوفود العربية. وكما ترى نحن من هنا نطل على الشط الغربي للبحر الميت، نطل على فلسطين الجريحة المأزومة، نطل على الاحتلال بأبشع صوره. فلعلها رسالة إنه الأردن بلد مجاور لفلسطين، غير بعيد عن الهم الفلسطيني، ولا بد من إسناد عربي للموقف الأردني، وأيضا إسناد للموقف الفلسطيني وتحقيق يعني الحلم العربي والحلم الفلسطيني والأردني بإنشاء دولة فلسطينية. بمجرد أن تنظر هنا، إحنا أمامنا مباشرة الأراضي الفلسطينية، وهذا سيذكر القادة العرب دائما هنا فلسطين، وهي من بحاجة إلى حل، وحل القضية الفلسطينية حتما سيعالج كافة قضايا المرحلة حتى إن صح التعبير. قرارات مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك ستصدر من منطقة البحر الميت، لتعيد الأمل للشعوب العربية من جديد، وتبث الحياة في قضايا عديدة اعتبرت أنها مستعصية الحل، كما هو حال بحرها الميت الذي تنطلق منه حياة جديدة في لقاء القادة العرب وتوحيد صفهم العربي. حضور القادة العرب ومستوى التمثيل العالي جدا في هذه القمة يعني من المؤشرات الإيجابية الحقيقة، اللي بتأشر على إمكانية النجاح وعلى التأثير الكبير راح يكون، لأنه كل ما كان القادة موجودين كل ما كان مستوى الجدية والعمق في التعامل مع القضايا أكبر وأكبر. وهي القمة إن شاء الله بتكون فيها مستوى تمثيل لم يتوفر لقمم عربية منذ زمن طويل. اختيار البحر الميت لاستضافة القمة العربية يأتي أيضا لما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لوجستية كبيرة، متمثلة في وجود أكبر مركز مؤتمرات متخصص في منطقة الشرق الأوسط، مجهز بأحدث التقنيات الفنية، ويعقد به المؤتمرات العالمية والإقليمية. من مقر انعقاد القمة 28 في منطقة البحر الميت، زيد الخلفات، تلفزيون البحرين.